بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، فقال عثمان رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه كلمة، ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل، ولكننا كنا خائفين، ولكن لم يكونوا خائفين عام حجة الوداع. فعثمان نهى عن التمتع، ولكن فعل الرسول وقوله هو الحجة، فالذي لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحج وعليه هدي التمتع. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، اسم موضع، فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة أي التمتع أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان رضي الله عنه دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا يعني قرن. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني من لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويتحلل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش بن العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج التمتع. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان، أي متعة النساء محرمة، أما متعة العمرة فهي أفضل النساء لمن لم يسق الهدي، إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج، أما متعة النساء فقد حرمت ونسخت ولا يجوز نكاح المتعة، أما التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فهذا فعله النبي أمرهم إذا لم يسوق الهدي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا ثم يحرموا بالحج وعليهم هدي التمتع. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة أو الحج العام، فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة اسم مكان، فذكر ذلك فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني تمتع. ولكن تقدم أن سراقة بن مالك سأل فقال النبي هي للأبد. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة التمتع الذي لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويتحلل ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج ويكون متمتعاً وعليه الهدي، فقال فعلناها
وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني أسلم فيما بعد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية رضي الله عنه. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان حاء، وحدثني محمد بن أبي خلف، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة جميعًا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما. وفي حديث سفيان المتعة في الحج، يعني العمرة لمن لم يسق الهدي، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج وعليه هدي التمتع. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي، يعني أن التمتع النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج وعليه هدي التمتع. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع، حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في رواية: ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه حين نهى عن التمتع. وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما: أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، يعني كان قارناً وساق الهدي ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم عليه، يعني الملائكة يسلمون عليه رضي الله عنه، لعمران بن حصين. يقول عمران: وقد كان يسلم علي، أي الملائكة، حتى اكتويت. الكي علاج مكروه، يجوز عند الضرورة الكي بالنار ولكن مكروه. قال: حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكي فعاد، يعني فالعلاج بالكي بالنار مكروه، يجوز عند الضرورة ولكن مكروه. حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال: بعث إلي عمر عمران بن حصين رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه رضي الله عنه، فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي، أي الملائكة عليهم السلام، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، إن كان قارن وساق الهدي ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء، يعني يقول عمر نهى عن التمتع رضي الله عنه. حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة،
مؤخرا ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها رجل برأيه ما شاء، يعني الذي نهى عن التمتع، فالنبي كان قارنا وساق الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر نهى عن التمتع رضي الله عنه. وسنة الرسول هي الواجب اتباعها. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرن جمع بين العمرة والحج وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمران بن مسلم عن أبي الرجاء قال قال عمران بن حسين رضي الله عنه نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج وأتم الحج والعمرة لله، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء، يعني عمر كان ينهى عن التمتع رضي الله عنه. وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير، حدثنا أبو الرجاء عن عمران بن حسين بمثله رضي الله عنه، غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني قرن جمع بين العمرة والحج وساق الهدي. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يوم النحر، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، أن يتمتع ثم ليهل بالحج وليهدي، أي يصير قارئ يصير متمتع وعليه هدي التمتع. فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أي الحجر الأسود أول شيء، ثم خب أي رمل 3 أطواف الرمل في طواف القدوم، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع أي سنة الطواف حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم بعدما صلى 2 ركعات سلم استلم الحجر فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، لأنه قرن وساق الهدي ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وحدثنيه عبد الملك ابن شعيب، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهن رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي، أي وضعت على رأسي شيء يتماسك به الشعر، وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي يوم النحر. وحدثناه ابن نمير حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه؟ فأخبرها أنه قرن وساق الهدي فلا يحلل إلا يوم النحر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي طافوا وسعوا وقصروا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، يعني يوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر، يعني يوم النحر. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، كنا متمتعات ولم يسقن الهدي. قالت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي، أي وضعت على الشعر شيء يتماسك به الشعر، وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة، أي في زمن الفتنة في قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، خرج في الفتنة مؤتمرا وقال إن صددت عن البيت، أي إن منعت عن إتمام العمرة، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء اسم مكان التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، العمرة والحج أمرهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به وسعى بين الصفا وسعى طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى، لأن القارن يسوق الهدي عليه الهدي، والقارن يطوف عند القدوم ويسعى ويطوف ويسعى ويبقى محرم، ويوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفي للحج والعمرة، هذا القارن الذي ساق الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير
رضي الله عنهما قال: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمن الحديبية، وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء، اسم مكان، قال: ما أمرهما، أي العمرة والحج، إلا واحد: إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر، يعني طاف عند القدوم وسعى وبقي على الإحرام إلى يوم النحر، فطاف طواف الإفاضة. والقارن يكفيه السعي الأول لأنه لم يتحلل، وأما المتمتع فلا بد أن يطوف بعد طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، يعني طواف بالبيت، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. القارن يطوف ويسعى عند القدوم ويبقى محرم، فيوم النحر يطوف طواف الإفاضة لأنه لم يتحلل، وأما المتمتع فلا بد أن يطوف ويسعى يوم النحر لأنه قد تحلل أولا وتمت العمرة. وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، واللفظ له: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح: أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. وأهدى هديًا اشتراه بقديد، اسم مكان، ثم انطلق يهل بهما جميعًا، يعني قرن، حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، فطواف الإفاضة لا بد منه. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طاف طواف الإفاضة، طاف وسعى عند القدوم وبقي محرما، ويوم النحر طاف طواف الإفاضة. وأما المتمتع الذي تحلل فعليه أن يطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسماعيل، كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت، قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الليث.
حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا يعني بعضهم، وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، ولكن تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العمرة والحج كان قارنا. وحدثنا سريج ابن يونس حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يعني قرن. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا رضي الله عنه فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صبيانا، نخبركم أن الرسول قرن ولا تصدقوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. قرن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حبيب ابن الشهيد عن بكر بن عبد الله حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أهلنا بالحج، فرجعت إلى أنس رضي الله عنه فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا يعني ما تصدقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف عن عرفة؟ فقال نعم، فقال فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر رضي الله عنه فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف يعني طواف القدوم، فيقوف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف عند القدوم وسعى وبقي محرما إلى يوم النحر وطاف طواف الإفاضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. فالقادم يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن كان قارنا، ويبقى محرما إذا ساق الهدي، ويوم النحر يطوف طواف الإفاضة. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فالمعتمر لا بد أن يطوف ويسعى، ولا تحل له امرأة حتى يطوف ويسعى ويقصر، وأما إذا طاف فقط لا تحل له امرأته حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. حدثنا يحيى بن يحيى
وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج جميعًا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. حدثني هارون بن سعيد الليلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له: سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلاً يقول ذاك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل، لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلاً كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته، فقال: فقل له فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، أي طاف وسعى. وما شأن أسماء والزبير رضي الله عنهما فعل ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقياً؟ قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر رضي الله عنه عندهم، أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبتدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير رضي الله عنهم وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك. المعتمر يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج حاء. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. يطوف بالبيت ويسعى ويقصر. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير رضي الله عنه هدي فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير رضي الله عنه، فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ على كل حال، هو كان قارن ولم يتحلل حتى يوم النحر. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج، غير أنه قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني، لأنها تحللت وهو لا يزال محرم.
فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم، صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه ها هنا، يعني عام حجة الوداع، ونحن يومئذ خفاف، خفاف الحقائب، يعني جسمنا خفيف، ما سمنا، ما تضخمنا، صلى الله عليه وسلم، لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا أي إبلنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة أم المؤمنين والزبير وفلان وفلان رضي الله عنهم، فلما مسحنا البيت أحللنا، يعني بعد الطواف والسعي والتقصير، ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايتي أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج، يعني الإحرام بالعمرة والتحلل ثم الإحرام بالحج، فرخص فيها، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير أسماء رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة أي ثقيلة عمياء رضي الله عنها، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي العمرة، طاف وسعى وقصر وتحلل الذي لم يسق الهدي. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن حا، وحدثناه ابن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة، يعني الإحرام بالعمرة والتحلل لمن لم يسق الهدي، ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. متعة النساء نسخت فبطل حكم متعة النساء، أما متعة الحج فهي أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي. وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرن وساق الهدي، ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم الذين لم يسوقوا الهدي طافوا وسعوا وتحللوا ثم أحرموا بالحج وعليهم الهدي. فكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر، فأحلا طافا وسعى وسعيا وقصرا وتحللا ليس معهم هدي. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. المشركون كانوا يمنعون عن العمرة في أشهر الحج، هؤلاء المشركون كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يعني يلعبون في أشهر الحرم، في أشهر الحرم إذا جاء محرم يقاتلون ويقول: خلي صفر بدل المحرم، يلعبون، كما قال الله: إنما النسيء التأخير،
تأخير المحرم إلى صبر، إنما النسيء زيادة في الكفر. ويقولون أي المشركون إذا برأ الدبر، الدبر جرح السنام مع طول السفر، إذا عوفي جرح السنام البعير، إذا برأ الدبر وعفى الأثر يعني سير الحجاج انقطع مع طول مع المدة، الرياح أزالت أثر أقدام المسافر وانسلخ صفر أي خرج صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كلام المشركين وكله باطل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، مخالفة للمشركين. أمرهم أن يتحللوا إذا لم يسوق الهدي ويجعلوها عمرة إبطالاً لأمر المشركين. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، يعني الذي لم يسق الهدي. وحدثناه إبراهيم بن دينار، حدثنا روح حاء، وحدثنا أبو داود المباركي، حدثنا أبو شهاب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمي فإنه لم يقله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا جمع بين العمرة والحج. وحدثنا وساق الهدي، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، حدثنا وهيب، أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأربع خلونا من العشر، أي أربع من ذي الحجة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويحللوا ويقصروا ويتحللوا. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى في جرول، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. المفرد الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر. الذي لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، ثم يحرم بالحج وعليه هدي التمتع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، ومن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني التمتع. من لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، ثم يحرم بالحج وعليه الهدي هدي التمتع. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما
فسألته عن ذلك فأمرني بها. قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر، الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. من لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة ثم يحرم بالحج وعليه هدي التمتع. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي. قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ثم دعا بناقته فأشعرها، يعني سلت الدم من جانب سنام الجمل، فلطخ ذلك المكان، يعني قليل دم ليكون علامة على أن هذا هدي، علامة على أن هذا هدي. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، يعني قليل، وقلدها نعلين، علامة على أن هذا هدي. ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء اسم مكان أهل بالحج، وقرن بين العمرة والحج صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغفت فيها، قد تشغفت أو تشغفت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، يعني أن من أحرم ولم يسق الهدي يطوف ويسعى ويقصر. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا الأمر قد تفشغ، أي انتشر بالناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. على كل، بعدما يطوف ويسعى ويقصر، التحلل بعد الطواف والسعي والتقصير. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، أي وإن كرهتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن أبي بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، يعني بعدما يطوف ويسعى ويقصر. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، أي بعد الوقوف بعرفة. فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هو بعد المعرف وقبله، يعني عند القدوم، إذا لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويقصر. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.